وسؤالي ده يعني انا عايز اعرف اجابه كابتن عادل عليه تحديدا. الهلال السعودي باين جدا في الفتره الاخيره ان هو واقف، وواقف بقوه، وقادر ان هو يؤدي بقوه، وعمل صفقات، وكان ميركاتو اخير عظيم جدا، والبعض على السوشيال ميديا بيتكلم ان ربما تكون هناك منافسه قويه جدا مع تشيلسي. بتشوف ان فعلا الوضع كده ولا لا؟ ده ملوش علاقه خالص، ده كله كوم، وتشيلسي في حته تانية، وهنشوف سكور يمكن هاي سكور كمان في المقارنه ان شاء الله، او ماتش يعني لو احنا بنشجع تشيلسي. شايفها ازاي؟ النادي الهلال بقاله فترة كبيرة جدا شغال علمي على أعلى مستوى. كويس. يعني تبص تلاقي الاستشفاءات أحسن أجهزة، بيجيبوا أحسن مدربين، بيجيبوا أحسن لعيبة في أوروبا، شغالين احتراف بقالهم 20 سنة. صحيح. احتراف غير طبيعي، احتراف يعني بتشوف أنت فتح التلفزيون تبص تلاقي الاستاد معمول كأنه أوروبا، يعني لما الراجل بقى يبتدي يتكلم عربي قال أنا ولا ده أو لابسين جلاليب بيضاء وبتاع، فنعرف على طول إن ده في السعودية. ف الكرة برضو زي ما النادي الاهلي كده برضو مفيش حاجه صعبه في كره القدم. اذا نادي تشيلسي جاي بنجومه والعظام، طبعا المدرب عنده اظن عنده الفيروس دوت. لا انا مش عارفه عنده كوفيد ولا لا، بس اللي اعرفه ان هم عندهم افضل لا حارس في العالم، فدي برضو لا، وعندهم لعيبه يعني واخدين تقيلة. اولا هم واخدين بطوله اوروبا فدي كفايه، لكن هيتوقف على مدى جدية اللعيبة في حصولهم على البطولة وأدائهم وسمعتهم واسمهم والرغبة الشديدة من الهلال أنه يستطيع أنه هو يتجاوز الفريق تشيلسي، ودي هتبقى خطة كبيرة جدا، ونتمنى لهم التوفيق. لأنه صحيح. لأنه فعلا الكورة بتعطي لمن يعطيها، لكن في ظروف النادي الأهلي لا، ما كانتش كده، ده كان ظلم بين. احنا كسبنا ماتش باعجاز، ماتش مونتيري ده لو اي حد يعني يتكلم قبل المباراه ازاي تيم يعني ما تدربش مع بعض، ازاي عناصر ما كانتش بتلعب، ازاي عناصر جايه ناقصه العمود الفقري بتاعها طبعا وغيره يا كابتن عادل حاجه كانت